الديوانية ثنائية حسين كريم اللاعب المميز في الشوط سجل هدفين، وهنا هجمة خطيرة والهدف الخامس جول جميل لنادي الشرطة. الهدف الخامس لنادي الشرطة، نتيجة كبيرة يحققها الفريق الأخضر. القيثارة الخضراء تعزف بألحان جميلة ورائعة في ملعب الجامعة في الديوانية. نتيجة ثقيلة، النتيجة الأكبر على نادي الديوانية. الهدف الخامس في الدقيقة الخامسة من الشوط الثاني من المباراة.